مرة واحدة جت لي هنا كنيسة قبل كورونا لما كنت بقابل الناس، وحكت لي عن قصة بتاعتها من أغرب ما يكون. إيه؟ اتجوزت في الصعيد. الصعيد يحبوا يبقى لهم بيوت ملك، فهو فلوسه على قده لكن عايز يبقى ليه بيت ملك قبل ما يتجوز. فلقى حتة أرض رخيصة جنب المدافن بتاع بلده، فراح اشترى حتة أرض صغيرة وبنى فيها بيت، ووريها البيت هي وأهلها، وطبعا وافقت إن جوزها جدع وعنده بيت ملك وهتقعد في بيت ملك لوحدها. وراحت قعدت في البيت الملك بتاع جوزها ده وخلفت منه ولد. سنة والتانية والشياطين يظهروا لها في البيت بطريقة مرعبة جدا، تكلم جوزها وتقول له، يقول لها أنت بتخرفي، أنت اتجننتي في مخك. ابنها بقى صبي صغير، تشوف ايه؟ تقول لي ابقى داخله الصبحيه يا ابونا اغسل وشي، ابقى واقفه على حوض الوش الاقي حد جنب مني، ابص الاقي طفل صغير من غير راس. ما تخافوش. طفل صغير من غير راس، طبعا اسم الصليب ترتعب. الواد يمشي، ابنها يجي لها يقول لها ماما، قالت له ايه؟ يقول لها انا قاعد ماسك باب القلم والورقه وبشخبط، لقيت طفل زيي قاعد جنبي ببص له لقيته من غير راس. طبعا تحكي الجوزة ولا انت الاثنين خرفتوا انت وابنك. المهم قالت له بص بقى انا مش طبعا بقى عمل حاجات مش فات الكلام دلوقتي عشان ما تخافوش، لان حاجات فقصه من اعجب. انا من كتر ما في ذهول من اللي بسمعه قعدت اسمع شياطين بيلعبوا لعب، وجوزها هو السبب في كده. يا عم نمشي مفيش فايده، يا عم ما نقعدش هنا، بحسب له البيت ومشيت. واحد يروح ياخد يسكن جنب المدافن، دقت به الدنيا يعني، بنقصها جوازه دي يعني اللي جنب المدافن دي، حاجات غريبه جدا. واحد تاني هنا في شبرا، مش هذكر بقى اماكن، هنا في شبرا مره جوا لي ثلاث رجاله كده، قالوا يا ابونا عايزينك في البيت عندنا. قلت لهم خير؟ قالوا عايزينك في البيت عندنا، في مشكله فيها دم. قال ساتر يا رب. اديتهم معاد ورحت معاهم ثاني يوم مش عارف ولا امتى. رحت قاعدين بقى سبع ثمان رجاله صعيده بجلاليب وعمم وحاجه في بعد، اتيهم تجار اعلاف وبتاع. المهم ايه يا جماعه؟ اتنين اخوات، واحد منهم ابنه اتجوز بنت ايه عمه، خرج شغله، جه في مره من الشغل بدري شويه دخل البيت فجاه لقى مراته مع واحد بعيد عننا. طبعا الواحد ده نط، هم اول بلكونه، نط من البلكونه وطلع الجاري ما لحقوش. المهم اجتمعت العيلة وقالوا سوري في التعبير يعني زي ما قالوا بالظبط، لو تفناها هتقع في عبنا، ده لحمنا ودمنا هنفضح نفسنا. مسكوا البت وضربوها وبتاع، وإياكي تعمل جهة تاني وبعد كده هنتبحك وحاجات زي كده. المهم شهر اتنين تلاتة الراجل قلب واكله، فجي في مرة برضه عمل نفسه راح الشغل ساعة زمن ولا ساعتين ولا ثلاثة الله أعلم، راجع تاني لقى واحد في البيت معاها. قال بقى ما منهاش بقى خلاص، دي بقى غاوية كده. فاجتمعوا كلهم وجابوني بقى عشان ايه؟ اطلق، اكتب مذكره والشهود عيان اهو، واخواتها موافقين، اخواتها ثلاثه رجاله قاعدين يعيطوا بامان، قاعدين يعيطوا، مش بنسى المنظر ده، قاعدين يعيطوا بس. فالمهم ايه؟ قلت له طب انا عايز اسمع البيت، هتسمع منها ايه؟ هتسمع منها ايه؟ احنا حابسينها في الاوضه وعماله تعيط. بص يا ابونا، قلت له مش ممكن تكون البت مظلومه؟ راح عمها قال لي اتكلم عدل. قلت له انت جايبني بيتك تهزقني؟ انا بتكلم عوج، انت جايبني بقى واثق فيا بتسمع كلامي للاخر؟ بقول لك تاني مش يمكن تكون مظلومه؟ قال لي يعني ايه تكون مظلومه؟ قلت له بقول لك يمكن تكون مظلومه، هاتها لي اسمع منها وبعدين هكتب لكم المذكره انتوا عايزينها، واقف جنبكم. فتحوا باب الاوضه، قفلنا باب المفتاح، فتحوا باب الاوضه جابوها. البت يا عيني من كتر انكسارها مش بنسى، جت تحت رجليا وركعت على الارض صدقوني، وعياط بقى طبعا. ابوها حماها اللي هو عمها قال لي بص يا ابونا اهي البت قدامك اهو، احنا مالناش دعوه، احنا سامحناها مره وديناها فرصه، هي ما فيش فايده مصممه. اخواتها لو رجاله بقى وابوها راجل اللي هو عمنا يمسحوا عارهم بايدهم، واحنا بره الموضوع ما نروحش في داهيه عشانها. الموضوع كبر قوي. طب ماشي. سكت البت، قلت صدقوني كلام واحد، ربنا سق القلب بالآتي، إن أنا أصلي لها ربما يكون عليها عفريت هو اللي عامل كده، وده حصل قبل كده كتير. قلت لهم أنا هصلي لها الأول،
حطيت ايدي بالصليب وبصلي لها، اترمت في الارض وقعدت تتمرمغ وحضر عليها الروح الشرير. انت جيت لها ليه؟ ادي قيمه الاسئله بقى، يعني اسال الشيطان انت جيت لها ليه؟ قال لها، قال لي بسبب جثه. قلت له ماله جثه؟ هو اللي دخلك فيها؟ قال لي اه، كل شويه اضربها علقه اضربها علقه، وهي مش قادره تقول لاخواتها ولا ابوها عشان ما توقعش العيلتين في بعض، وكانت تخش الحمام تعيط. صعبت علينا دخلنا فيها، صعبت عليكم انتوا بتدمروها. هو الشيطان بيصعب عليه حد قدامهم كله؟ يعني الشيطان دخل لها وقال واحنا اللي بنقودها للزنا عشان ننتقم من جوزها قدام الرجاله كلها. طبعا ابوها واخواتها الرجاله لما سمعوا كده قلت لهم يعني الشيطان دخل فيها وبيقودها للخطيه دي بسببك انت لجوزها، بسبب اهانتك وضربك ليها واستغليت صمتها وانها مش عايزه توقع العيلتين في بعض، انك تزيد في ظلمك ليها بعد ما تركبها شيطان وتوصلها لكده، جايين تقولوا عار عار ايه؟ ده العار عندك انت. طبعا اخواتها رفعوا راسهم وقالوا بقى انت كده واهنتنا وبتضرب اختنا واحنا رجاله مش مالين عينك. بتقول لا احنا مش هنتخانق مع بعض. اشكروا ربنا ان ربنا كشف سر البت دي شريفه ونظيفه، لكن الشيطان اللي دخل فيها بسبب ضرب جوزها ليها هو اللي وصلها لكده. طبعا هتعمل ايه يا ابونا؟ تقوم هنقعد نصلي؟ مش همشي صدقوني لما نصلي ونخرجه منه. وقعدنا نصلي كام ساعه مع بعض لغايه ما الشيطان خرج غصب عنه، طبعا بنعمة المسيح وبدمه المسفوح على قدها، والبيت بقى زي الفل وعاشوا مع بعض واعتذروا وقعدوا يضربوا طنيات لبعض وحق ومش حق وكام ده، وعايشين في سلام لغايه دلوقتي الحمد لله يعني.